بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعتبر البواسير والشرخ الشرجي من أكثر المشاكل الصحية إزعاجا وإحراجا. يجد البعض صعوبة في الذهاب للطبيب للفحص وتحديد العلاج، وسبق ووضعت تحميلات للبواسير في قناتي وبعض المشتركات في القناة المغتربات في دول أوروبية لم تتوفر لديهم بعض المكونات، ولتسهيل الوصفات لديهم سأحاول وضع وصفات بمكونات إن شاء الله تكون متواجدة في الدول الأوروبية. طبعا البواسير غالبا ما تحدث بسبب الإمساك المزمن بسبب الكثير من العادات الخاطئة، مثل تناول أطعمة قليلة الألياف أو عدم شرب الماء الكافي، الوقوف لفترات طويلة أو حتى الجلوس لفترات طويلة وبطرق خاطئة. يرجع سبب الإصابة كذلك لأسباب وراثية، وأيضا الوزن الزائد يسبب البواسير. وصفة اليوم سهلة جدا، مكوناتها متوفرة. نحتاج فقط لباذنجان، حبة باذنجان، قشور الباذنجان. نقوم بحرق الباذنجان في الفرن حتى يصير بهذا الشكل أسود. وبعدها نقوم بطحنه على شكل بودرة ناعمة. قشور الباذنجان تطحن على شكل بودرة ناعمة. إذا كنت ممن يعانون أو كنت ممن يعانون من البواسير والشرخ الشرجي، البودرة بودرة حبة باذنجان بودرة تمزج مع عسل النحل. نقوم بمزج البودرة مع عسل النحل، حوالي ملعقة من عسل النحل مع ملعقة شاي صغيرة فقط من عسل النحل مع بودرة قشور الباذنجان، وننظف المنطقة جيدا قبل النوم ونقوم بتنشيفها، ونضع هذه الوصفة مكان البواسير والشرخ الشرجي يوميا حتى الشفاء التام. إذا كنت أو كنت تعانين فقط من البواسير دون الشرخ الشرجي، نأخذ قشور الباذنجان مطحونة كذلك على شكل بودرة، نأخذ زيت جوز الهند نقوم بتذويبه يكون على حالته الصلبة في الجو البارد، ونقوم بتذويب زيت جوز الهند يمزج مع بودرة قشر الباذنجان، يخلط جيدا، يوضع في الثلاجة، وبعدها نستخدمه بشكل تحميلات. يعني زيت جوز الهند سيتجمد، واصنعي منه تحميلات ببودرة قشر الباذنجان، وقلت تستخدم يوميا قبل النوم، والاستمرار على هذه الوصفة يوميا حتى الشفاء التام. الوصفة هذه وصفة البواسير صالحة الاستخدام للحوامل، يمكنهم استخدامها، هي آمنة، مجرد قشر باذنجان محروق وزيت جوز الهند. إذا كانت بالشرخ الشرجي، يعني البواسير مع الشرخ الشرجي، يفضل استخدام عسل نحل أصلي للشفاء التام دون الحاجة لعمليات جراحية إذا استخدمتم عسل نحل صافي. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.